يلا 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 معليش يلا خلاص سرعه يلا صل على النبي صل على النبي ما سكن غيرك خيالي والغلا ما تصليتوا على النبي وتقهويتوا قهوينا طيب حنا معزومين اليوم عند ابو غازي جعله يسلم مسوي له حفل لبربيع يا مرحبا وابو غازي كفو وبربيع يستاهل نبى نروح وننبسط معهم ونستانس معهم ونشاركهم فرحتهم الله يدلهم عليك كلهم الجنة يا مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا ترى بس تراها اذا كانت المغرب كنا عندنا مرحبا مرحبا بك ابو غازي باقي نجيك انت باقي نجيك انت اذا تعيش رجاء منصب بيجيك انت ايوه ترى ما عندي كفي والله الدور عليك الدور عليكم الله الدور عليك ما منك فك مره والله ما بفكك انا شحنا فيها ما ادري توكلنا على الله توكلنا على الله والله الليله ممكن تتغير امورك يا مخرده يا مرحبا ومسهلا يعني انا ماني مصدق ليه ما ادري احس في شيء كذا كوكب حيجي بس ما يزبط عليك يا مخرده الشيخه ترى متعبه وانا ما اصمر فيها يعني اخليها شهر شيخ شهر سواح شهر على حسب الفلوس المره هذه شدد في فلوس اصير شيخ ما في فلوس ندلل البيت ختمنا العروس ليش قال هذا يقصد غازي ماسكه على منكه غازي الحين والله كل شافنا جايين للمجالس قال مدلل البيت ختمنا العروس اسمع الحين اليوم انت ايش مسوي تشوف يا ابو عمر يعني ترى انا تعنيت من جده هو عشانك الله يحييك يا ابو عمر واعز من يجي وعطنا بس ساعه لان يكتمل المجلس على ما يقولون وبقول الكلام اللي في خاطري تشوف نفس الخطه هذيك اللي قلنا عليها لا غيرتها انا في الدقيقه غير 10 خطط مسيت بالخير يا ابو فهد النور يا هلا وشلونك طال عمرك ابشرك بخير عساك طيب الله يطيب بالك واعمالك خليك جاهز بعد 40 ليله من الان يا ابو فهد حاضر طال عمرك عندنا مناخ نقوي الزواج في الرياض يا ابو فهد اقول لا بلبشت انا بالشغل زين انت تبيني ازوجك زوجتك معي حاضر اللي تبونه كله ترى هذا من البر انك تزوج عمك يا عمي تبيني ازوجك اللي على يدينك اللي تبي تسوونه سووه انا مستعد ما في يجي عليك ضغوطات داخليه ما عندي ضغوطات داخليه كان ضغوطات منكم انتم اقول ابشر بس سعد يا ابو فهد الله يسعد ابشر بالجاه وابشر بالماء كله لك راعي المنغانم والله الله يوفقك على وجهك يا مرحبا يا ابو عتيب الله يحييك تحيه المطر وش باقي وصل الفرج وصل الفرج العلوم كلها عندك انت اللي تدعي وانت اللي تضبطها وانت اللي تسن اقول الله يوفقك يا ابو رضيع ويحك هواك ان شاء الله وتستاهل العلوم الغانمه كلها والله انك تستاهل العلوم الغانمه كلها الطيب وما عليك زود بالعافية وبيك الله يعافيك قلبك شنو العلوم تحب الفواكه واجد يا ولد الله يوفقك ان شاء الله الله يسعدك يا وليد من حالك ابو غازي ارحب يا ابو عتيبة حياك الله مرحب باقي يا مرحب ومسهل بيض الله وجهك على هالمقام الطيبة اللي ما يستغرب منك الله يبيض وجهك ووجهك ابيض ابو عتيبة وعلومك دائم ترفع الراس ولا نجلى من بعد الله يسلمك ولا عليك زود لان انت من الرجال اللي ياخذها ويعطيها ويقدمها والله انك على الطلب وما دعم اقول الله يسلمك بان ابيكم واجب طال عمرك اي والله يا ما لنا شكر مره وانت اللي بيض الله وجهك وعلمك غانم وبربي يستاهل ما سويت ولا نستغرب شيء هذا منك واصغركم واخدمكم يا ابو اقول بيض الله وجهك وانتم تخدموني فاكبر منها حد ذات الرجال اللي يحفظ المعروف ويرد الثناء والله انك تلقى نادى في هالزمن الله يسلمك لكن هذا من طيب راسك وبيض الله وجهك وبربيع يستاهل العلوم الطيبه كلها واجد وقليل اي بالله تستاهل انت وياك الله يوفقك الله يسعد الوجه ان شاء الله تحقق لكم جميع ما تمنوا اللهم امين حنا وياك ابو عتيبه وزال معنا بعد الله ما علينا خوف اقول الله يوفقك الله يوفقك هالوجه الله يوفق هالوجه يا مرحبا ترحب المطرب وحشر والله انها من ليالي العيد يوم اشوفك طيب وبخير يسلم هالوجه والحمد لله على السلامه يسلم ذا الوجه ابن ادم معرض في الدنيا هذه الصواديف الحمد لله لكن الحمد لله انها جت خفيفه الحمد لله الحمد لله على كل حال الواردي هذا على خفيف يا ابو لا ما انا واحد تصمر اي الله يعافينا الحمد لله ان الامور جت بسيطه الله يسلمك وجعلك والله ما ترى مكروه ما يجي هالوجه بحر شلونك يا حبيبي؟ طيب صحك زينه؟ زينه تدرس الحين؟ اي ادرس ما شاء الله تبارك الرحمن وش ترتيبك على الصف؟ اخذت الاول ولا باقي؟ لا باقي باخذ الاول اشد حيلك ما اعرف اوصيك لقوني هنا بالتطعيم افا بسيطه بسيطه تكبر وتنسى هذه قد مرت قد مرت انا حطها على بطني اي قد مرت علينا يا حي اللي جانا جاك هذه طابت مداني مداني مديدي بسيطه بسيطه تكبر وتنسى اليوم جيت استاذ الا من المدرسه بطلع قال يوم جاء استاذ قال اطلع قال في تطعيمه جديده